كل صناعة يعني اللي بينتجوا الكتكوت، اللي بينتجوا العلاف، اللي بينتجوا الأدوية، مش كل واحد عارف تكلفته. كل واحد عارف تكلفته وخاماته على الأقل بتثبت 3 شهور شهرين. تمام، بس أنا عندي منتج ما يقدرش يتخزنه. أنا عندي منتج وصل ل 40 يوم أو وصل ل 2 كيلو وربع، ما نقدرش نقعد بالفراخ. أنا قصدي إن أنت وأنت مدخل الدورة لازم تبقى عارف سعر البيع بتاعك. ما أنا ما أعرفش سعر البيع ده، سعر البيع ده متغير كل يوم. عشان في سمسار. عشان في سمسار. لكن لو في ناس قاعدة لجنة مهمتها تحديد سعر الدواجن في مصر. إحنا عايزين. حسب المدخلات بتاعتها. تمام. ما هو ده اللي أنا بتكلم فيه حضرتك يا أستاذ محمد. أنا عايز الدولة هي اللي تتدخل وتسعر لي الفراخ على حسب المدخلات بتاعتي، لأن هي هتبقى عارفة المدخلات بتاعتي. انا مدخل كتكوت بكذا ومدخل علب بكذا، على حسب التكلفه بتاعتي تديني سعر وتديني هامش ربح. انا مش عايز اكسب كتير، انا عايز اوفر منتج للمستهلك كويس، عايز استمر، وعايز استمر عشان العماله اللي عندي. وعندي انا عندي 120 عامل شغالين معايا. الناس دي لو احنا وقفنا، انا عندي مزرعتين ثلاثه بعتهم، وقفت بعت ب 16 جنيه وب 16 ونص. عنبر بعته 15000، بعته بكام؟ ب 16 ونص. والله خسران 70000 جنيه. 70000 جنيه قفلته. قفلته. عنبر تاني 10000، والله خسران في حدود 45 ل 50 ألف جنيه، قفلته. هعمل ايه؟ معلش، السمسار ده مش بني ادم، مش شخص احنا عارفينه. طبعا من حق ان انا اتقدم ضده ببلاغ واقول ان الراجل ده بيحاول يسرقني، وان الدوله اعلنت سعر او البورصه الرسميه اعلنت سعر وهو بيديني سعر تاني خالص وعايز يسرقني. السمسار نفسه انت ما بتقابلهوش، السمسار بيبعت لك عجل وخلاص. نهار ما تيجي تعمل فيه شكوى ولا تعمل فيه اي حاجه هيقول لك انا ضربتك على ايدك. هيقول لك انا ضربتك على ايدك. الخفي. لا، هيقول لك انا ضربتك على ايدك، انا حددت لك سعر بناء على على عرض. ايوه، ما انت لو سبتني انا هغرق. ما هو بيقول لك انا على الفراخ كتيره جدا وانت مضطر تبيه، فبتضطر ان انت تبيه. هي دي المشكله. انما لو احنا بنقوله مكتب تسويق في كل اداره بيطريه او في كل اداره زراعيه، مكتب تسويق خاص بالدوله والدوله اللي تحدد السعر، الدوله اولا هتيجي تفحص الفراخ وتطلع لي تصريح بيع ان الفراخ سليمه ما فيهاش انفلونزا الطيور، يبقى انا بوفر للمستهلك منتج بيور ونظيف وامن للناس، وفي نفس الوقت بوفر لنفسي ان انا ما انضحكش عليها من السمسار. طيب أسأل.